السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا اليوم عندنا تلفزيون LG، هاي البورد وهاي التلفزيون شغال، كلياتنا بنعرف هذا الموديل. طبعا التلفزيون شغال وجاهز 100%، تمام. هذا بيجي سليم مسطح مضغوط، تمام شباب. طبعا التلفزيون جانا هذا المفتاح عاطل، يعني شي بعلق شي ما بعلق، وكلياتنا بنعرف هذا المفتاح، مفتاح الباور تبع الطفي والتشغيل اصدقائي. طبعا اتم التعديل، هي مثل ما لكم شايفين هذا مفتاح تبع غير تلفزيون. طبعا الاجرتين هذول اللي هون مثل ما لكم شايفين بيجي له اجرتين، قطع وصل فصل وصل، تمام. طبعا هون نحن بنشوف انها عن طريق الاف وانها اللي عم تفصل وتوصل. طبعا هدول الجرتين الجسر هون حطيناه من هاي لهي مشان بصير افضل، يعني ما بعود بتعطل، تمام شباب. وبعدها بنجيب مادة السيليكون، المادة السيليكون بنحطها هون هون مشان يثبت المفتاح. والله هيك يطفي مثل ما لكم شايفين، وهي هيك ردينا شغلنا، وهي ردينا طفينا. ايه مثل ما لكم شايفين منعير المفتاح على 24. خلينا بس نركب الهي، طبعا الكبسة الأساسية بتشتغل أصدقائي. شايفين؟ تشتغل ونظامي ومية بالمية وأفضل من الأساسي. هاي هيك طفي، هاي هيك رديت شغلت. طبعا اليوم مثل ما عم نحكي شرحنا على المفتاح البور، هاي المفتاح القديم، هاي شلنا الفيشة من الكهرباء، هاي رح ارجع كمان اصور. مثل ما شرحنا اصدقائي هون هذا الكابل وهذا الكابل بندخله من هون عن طريق الثقب الفشاصي وبنلحمهم وبنحط سيليكون. قبل ما نثبت ونحط سيليكون بنعير المفتاح ال 24. طبعا هي هذا الضفر بيجي راكب على الاساسي، تمام اصدقائي. ومثل ما حكينا بيشتغل ونظامي. حبينا اليوم نشرح على المفتاح البور، واهلا وسهلا بالشباب، اخوكم ابو منير. طبعا اي مساعده ان شاء الله جاهزين وما بنقصر مع اي حدا.